سمير صباح النور. صباح النور سميرة. لك بعد ليلة حدي بيا. وقالوا الصيف هذا خاصنا صحن ولوك جديد. بارك الله فيك. ميرسي سميرة. وكيف قلنا الصيف هذا خاصنا نديرو شي شوية ديال نبدلو الزعامة ولي توندونس اكسيتيرا. وحنا اليوم غادي نتكلموا على لي غوب توندونس ديال الصيف ديال 2016. الوغ غادي نشاهدوا العرض وفي نفس الوقت نتكلموا على لي توندونس اللي كاينين ديال لي غوب. الوغ لي غوب هذا العام هذا دارجين لي غوب ديال لي غوب طوال بحال اللي كنشوفوا لابسه سلمى. درنا لهم لو لوك، درت لها لو لوك شابو باسكو خصنا نزعموا على لي شابو حتى هما باش نعطيو داك الكوتي شيك. سورتو كهاد لي شابو هادو تيجي واحد لو كوتي هاد لو شابو تيجي مع توت لي تيت تقريبا. وكيف ما تنشوفوا درنا ان كولا فلاشي وزدت فوق منها جوست اون بوتيت فيست كولا ان سوا. هادو بحال هاد لي تيسيو هادو اللي تنشوفوا ديال لافيس ديال سلمى كيكونوا كنا غير امري جيتي زوينه تاتي بالشاب. غير امري شتي ديك ديال الشابو انا جيتي زوينه راه ولي لابسه. الوغ سلمى لابسه هذيك لا بيت فيست ان صوب بحال اللي كنا تلقاو هذيك لا ماتيير تلقاوهم في لي غوب دو سامبر، يعني كنلقاوهم غير في هذا لي بينوار. مانا تلقاوهم حتى في لي هاد لا ماتيير تلقاوها حتى في بور تو لي جور دو بري تا بورتي. دونك انا جو مسوي انسبيري دو ديك لا كولور فيها اون بو ميتر ديك لا كولور مع بزاف ديال لي كولور فلاشي معاها لو روز لو بلو تقدر تلبسها افيك ان جين كيف تقدر تلبسها افيك دو نوار. بون انا درت لها لا كولور فلاشي. سونيا لابسه واحد لا روب تاع هي ديال ليتي افيك ان بتي كوتي شيك ديكونتراكتي شيك سيتادير كو تبقى بلي باسكيت. درنا لا بتي توش فيرت باسكو لو فير سي تري توندونس تاع واد السنه هذا دارج بزاف على الموضه. و بيان سور كي تنشوفوا درت لها دي بيرل باش نخليو داك لو كوتي شيك في دنيا لي بيرل باش نبقاو في لو كوتي شيك. مانتنون السنطه اللي دايره ليها ماشي ولا بد نديرو ديك السنطه كتبلي مي سي با غاف نقدروا نديرو حتى ديك لي سانتور بحال هكايا ميم لو جور ماشي ولا بد نديروهم غير لو سوار. كتبقى لا روب فريش تقدر تلبسها مع دي باسكيت تقدر تلبسها مع دي بالغين تقدر تلبسها مع دي تونغ على حسب كل سيده وكيفاش بغات لو لوك ديالها. الوغ لا تخوازيام توني هادي سي اون روب مي انايا حليت هذيك لا روب ودرت لها ان لوك شورت اي ديباردور سيتادير كو سيده تقدر تلبس هذا لو ستيل دو روب مفدود كم تخليها محلوله. كيف قلت لكم قبيله سيتي لامبريمي فلور اللي دارج على الموضه بجميع الالوان. لامبريمي فلور بحال هاد لي زامبريمي هكا كبار تيجيو معاك السيدات ميم لي فام روند سي با غاف باسكو جاو كبار لي فلور ما جاوش اي ان ميم طون كيف شتيو لا كولور سنطيحو لا كولور ديال لو بيج تجي طون سور طون. جولي فوالا جو تروف كو سي اون بون ايدي باش ميم السيده اذا كانت عندها دي روب بحال هكا تقدر تلبس عليها جوست ان جين ولا تلبس عليها شي حاجه وتخليها محلوله كتجي بحال اون شوميز وامل جات حتى هي كتحمق. دونك فوالا سا اي بيان سور لي بالغي اللي كانت لابسه امل. الوغ هاد لو ستيل عاوتاني تا هو اللي غنوريكم سي اون روب روز فوشيا تاع لي كولور ديال هاد لا سيزون دي كولور ديال ليتي. هاد لا كولور كيما تنشوفوا سي اون روب كي تري سامبل انا ما بغيتش ندير فيها حتى شي حاجه مي اون بو راجوتي اون سانتور كيف نقدروا نزيدوا فيها un collier. Voilà. On peut rajouter un collier ou un sautoir, mais moi je préfère être le côté simple et ndiro la robe juste avec des talons, باش ما تجيش عاوتاني trop basique. Voilà, donc تنشوفوا le côté simple et joli ديال كسوه et il faut oser les couleurs. هاد الصيف هذا خاصنا نزعموا على الالوان. تبارك الله عندنا لي كولور فلاشي اون دو بلو اون دو فير ونزعموا على لي شابو واضح لو جين تاهو تيبقى توندونس هاد الصيف افيك لي غيور دائما كنشوفوا بان لي غيور طوال تزيدوا يضعفوا لا سيلويت وفي نفس الوقت السيده تقدر تلبسها افيك لا فيست ولا تبقى بلا لا فيست كتبقى يعني ال ريست بيل ميم بوندون يعني في الصيف كتبقى السيده هذا. وبيان سور كيما تشوفوا لي شوسور اللي لابسه امال سي دي شوسور اللي تقدر مريحين يعني تقدر تلبسهم مع دي كومبونسي ولا تبقى بلي بالغين. الوغ غنشوفوا ان اوتر موديل لو ديرني موديل اللي نقترح عليكم هذا الصباح هو هاد لا روب افيك لا بتيت شوميز اللي هي كورت. كنعرفوا بان كاينه لا شوميز ان جين اللي كتكون طويله هادي سي اون شوميز دومي مانش ان جين مي قصيره وتنقدروا نلبسوها مع هاد لا بتيت روب هادي حتى هي بلي غيور ودرناها مع لي باسكيت خصنا نزعموا على لي باسكيت سيرتو كيف قلت لكم واحد المره لي باسكيت بلانش بحال هاد السبرجيله بيضاء سي ان باس بارتو اللي تنقدروا نلبسوها مع تو لي لوك لي روب لي جوب سيرتو مريحين جدا جدا جدا
فوالا دونك نتمنى بان الناس يكون عجبهم هذا العرض ديال هذا الصباح وموعدنا يوم الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله مع الختان المغربيه. لحظه غادي نمشيو عند غسلان كوار فقره الجمال، خليكم معنا.